قطاع الشباب والرياضة بولاية الأغواط حل ضيفا على الجزائر العاصمة من خلال عرس تقليدي بامتياز يترجم عادات وتقاليد المنطقة في جو بهيج، كسر صمت فضاءات المركب الأولمبي محمد بوضياف وفي حضور عدد كبير من العائلات. اليوم حطت ولاية الأغواط برنامج متنوع من عمق الموروث الثقافي الحضاري لكل منطقة ولاية الأغواط في جميع المجالات، صناعة تقليدية، موروث لا مادي من رقصات، من أغاني، من موسيقى، كل هذا جاء نابع من داخل مؤسسات شبانية. العرس كان بمثابة صورة مصغرة لأفراح الأغواط التي لم تتأثر بعد بالتكنولوجيا على غرار بعض المدن الجزائرية. العرس منطقتنا احنا ما زالت محافظة على تقاليد المنطقة، ما زلنا محافظين، عرس محافظة. عندنا العرس عروسة لازم في المضرب، كما نقول احنا المضرب لازم الفراش تاع العرب، ماشي كيما دركا مسهلين شورات ولفوتاي وذوك سوالح خفاف. كيما نقولوا احنا عندنا الجمعة العروس تخرج بالنضار بيها بالخميس، الجمعة توري وجابت لازم القنبوس كذلك نديرو مع اللباس التقليدي كيما راه الاخت لابسة. احنا نقولوا لها الروبا غواطي، الفستان الأغواطي هذا يمتاز بالحلي التقليدية كما الصخاب، الجبين، شنقالات، البزيمة، الخلخال، الشنتوف تاع الذهب، الجوهر. كما العريس يكون لابس لباس سروال عرب، شميزي، بدعية، القندورة، البرنوس. البرنوس يكون برنوس جريدي منسوج من الحرير والصوف، يدخل به العريس. العرس اللي ما فيهش احنا نقولوا لها القايطه، اللي ما فيهش القايطه في الأغواط ماهوش عرس. بدم الشهيد راوي راه بلع، ونوفمبر التاريخ شاهد فيه ستار. الحركة الجمعوية من جهاتها تحاول جهيدة للحفاظ على تقاليد المنطقة كموروث ثقافي واجتماعي تزخر به بوابة الصحراء. مؤسسة شبانية تلعب دورها في المحافظة وترقية هذا الموروث، وكذلك الحركة الجمعوية النشطة على مستوى ولاية الأغواط. استمرت أجواء العرس الأغواطي لغاية ساعات متأخرة من الليل، ولحضور أعراس أخرى تعكس عادات وتقاليد مدننا الجزائرية، تبقى أبواب المركب الرياضي محمد بوضياف بأعالي العاصمة مفتوحة لهذا الغرض طيلة أيام الصيف.